هذه سنوات أقول تقريبا سنتين أو أكثر أن ما عدناش حالة يسمها ندرة الأدوية. حتى وإن كانت هناك ندرة الأدوية كان دائما تعويضها بأدوية أخرى بنفس الصورة أو الصفة، لكن هناك استقرار. كان هو ربما النقطة الضعيفة في النظام، وقد تم التكفل بها، وكانت لنا بيانات تصدرها المديرية العامة لسيدة حجوج كل تقريبا أسبوع، فالحالة أصبحت مستقرة. هذا شيء عادي جدا. وصلنا إلى نتائج أن تغيرت الأمور، تغيرت، أصبحت مصالح الاستعجالات تقوم بالاستعجالات والبقية الأخرى الخاصة بالفرس. وأطلب من كل مدراء المستشفيات أن يعمموا مصلحة الفرز في كل مصالح الاستعجالات، وأن يترك أن تترك مصلحة الاستعجالات فقط للمريض الذي يحتاج الاستعجالات. بقية الذين يأتون إلى خدمات صحية أخرى يتم التكفل بهم عن طريق الفرز. النقطة الأساسية أيضا في الاستعجالات، لما قمنا بالرقمنة، يعني الأشخاص اللي تمر بحسب رقم، هذا الرقم يسمح لها أنها تصل إلى الخدمة الصحية بحسب دورها في الله. حسنت الأداء، خففت على الأطباء والممارسين الضغط، ورفعت من درجة التأهب على مستوى التنظيم فيما يخص المستشفيات. فيما يخص الإدارة، أنا أطمح أننا بما أننا 40 منصة أن نصل إلى إدارة كلها إلكترونية على مستوى المستشفيات، وقد حددنا سنة 2025 تكون سنة خاصة بالإدارة الإلكترونية في المستشفيات. وشيء سهل، لماذا؟ لأن المعطيات الأساسية تم الآن وضعها حيث خدمة، ما بقي إلا نوع من التنسيق الإلكتروني فيما يخص الأشياء الأخرى. وهذا العمل راح يسمع للمستشفيات أنها تقلل من العمل الخاص بالأوراق والملفات الإدارية. بالرقمنة التي استخدمناها مؤخرا والتي خصت الكثير من المعطيات خاصة يعني 40 منصة، هذه سمحتنا أننا نوفر أكثر من 12 مليون دينار جزائري التي كانت تستعمل في الأوراق.